أحبابي الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. اليوم أحبائي حلقتنا مميزة، سنصور لكم فيديو أحبائي الخيل الأحصنة في ريف النرويج. طبعا أحبائي مثل ما أنتم شايفين هنا الخيل كثير جميلة. اليوم طبعا هذه الخيول يستخدمونها للرياضة والسباق، أيضا في موسم الصيف تأتي السياح وتستأجر هذه الخيول بسعر طبعا أحبائي مثل ما يتفقون مع صاحب المزرعة يستأجرونها. وطبعا الخيل كثير جميلة هنا في ريف النرويج مثل ما أنتم شايفين أحبائي، أنواع لهذه الخيول. هذه الخيول الجميلة يقولون الخيل الأسود عنيد، سبحان الله سبحان الله، منظر كثير جميل. طبعا هذه النوعية من الخيول أحبائي تأتي قصيرة لكن الذكر منها كبير، أنا شايفه مثل هذاك صغيرة، ها مثل ما أنتم شايفين الصغير هذا كثير جميل. مثل ما انتم شايفين اشقائي احبائي، طبعا اليوم جو جميل، خيول جميلة مثل ما انتم شايفين. ان شاء الله في موسم الصيف راح تكون لنا جولات في هذه الخيول الجميلة بإذن الله. مثل ما انتم شايفين احبائي طبعا متمسكين في تراثهم الجميل، هنا متمسكين الشعب النرويجي متمسك في تراثه بعد الخيل، لديهم الخيل هنا في هذه المدينة الجميلة. النهر الجميل أيضا مثل ما أنتم شايفين أشقائي. نأتي على الفرس هذا الأحمر الجميل هنا، مزرعة كثير جميلة. هذه المزرعة أيضا مجهزة في الأشرطة الكهربائية من أجل حماية الخيول من الهرب مثل ما أنتم شايفين أشقائي. هنا أيضا بدلنا الموقع، الخيول تأكل. هنا هذه هي مثل ما انتم شايفين، اشجار جميلة، طبيعة خلابة. هنا هذه الخيول الواسعة اشقائي، طبعا يأتيهم دعم إلى هذه الخيول من أجل تربية الخيول، مساعدات. نحن الشعب العربي بنحب الخيل،
سبحان الله. الريف جميل. مثل ما انتم شايفين الشقة هاي، الخيول كل خيل من نوع، سبحان الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذه حبايبي اليوم كانت لنا وقفات في هذه المزرعة الجميلة. الراقبة وهي تأكل العشب. مثل ما انتم شايفين طبعا احبائي، صورنا لكم هذه الفيديو، صورنا لكم هذا الفيديو الجميل من ريف النرويج. طبعا احبائي سننهي فيديونا هذا الجميل الى فيديو جميل، تابعونا في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قناة على الجاسم. بأمان الله احبائي.